السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي غادي تشوفوا دابا الجزء الثالث من تتم الاسئله ديالكم مع الاستاذ مصطفى الهلالي. نخليكم مع الفيديو. نبداو الاول بالناس اللي كيخافوا من الرزق. كيقول لك كنشد 3000 درهم مثلا ما كتكفينيش، اولا علاش الرزق ديالي ما تكتبش وكيكون كئيب، يعني ماشي مديرونجي في الرزق ديالو. بالنسبه لقضيه الرزق، سبحان الله العظيم، المشركين اللي كانوا في الجاهليه ما كانش عندهم شك بأن الله هو اللي كيرزق. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا وعلى الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإنسان نهار كتنفخ فيه الروح في الرحم تاع الأم ديالو، شنو هو الرحم؟ يعني وسط الولادة ديال المرأة، اول حاجه كيكتبها الملك هي الرزق. ما تخافش، الرزق تاعك راه مكتاب من نهار تولدتي حتى نهار تموت. اقسم بالله اما غادي تموت حتى تكمل الرزق ديالك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. اقسم بالله الا تجمع العالم كله بالعسكر وبالدبابات ديالهم باش يحيدوا لك غرام من الرزق ديالك ما يقدروش، ولا تجمعوا الاغنياء ديال العالم كاملين باش يزيدوا لك غرام في الرزق تاعك ما يقدروش. الرزق هذا ديال الله، ما خلاه حتى شي واحد، ما عنده علاقه لا بنبي ولا بعالم. الرزق داخل في الربوبيه ديال الله. فين كاين المشكل؟ المشكل فينا حنا. اولا ما كناخذوش بالاسباب. ايه كيناوس ما كناخذوش بالاسباب. كتلقى الانسان اما معجز اما فنيان اما ما كيجتهدش، بغاه هو يجلس ويجي الرزق. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. واخا كتصلي وكتصوم ومزيان مع والديك، خصك تمشي تقلب على راسك. ودابا الحمد لله في هذا الزمان كثروا الأسباب تاع الأرزاق. دابا كثروا وظائف وكثروا فين كانوا شي تليفونات قبل، شو شحال دابا ترزقها من التليفونات. كاينين الكركاس، الشارجورات، لي زافيشور، الفيترينات، هادشي دابا ديال 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 الإعلاميات، هادشي دابا ديال عطى الله فين ترزق. فلاحة، صناعة، تجارة، حتى الله ما يدار. ولكن ما كيعجبنيش انا دري فنيان ومبلي وناعس تقول لك هاد البلاد ما فيها ما يدار. انت راه نصيفتك للقمر ما فيه ما يدار، مشيتي انت راه انت اللي ما كتعرفش تخدم. وكذ بكري سير للمرصى، سير للسوق، سير للقهوة، سير للفلاحة، تحرك اصاحبي. حنا بعنا القزبور، بعنا الميكا، شوية بشوية راه ما كاينش شي واحد كيتولد هكاك عنده كل شيء. راه شو خباك عنده راسك. إذن الرزق أول حاجة خذ بالأسباب. الحاجة الثانية قنع داكشي اللي قسم لك الله. قنع أغلبي ما كان قنع داكشي اللي قسم لك الله. راه كاين اللي كيتخلص 2 مليون وما كتقدوش، وكاين اللي كيتخلص 3000 درهم وعايش مستور وقانع وتيمشي على جهده على قدو. كيد ديك لا جيستيون، داك التدبير ديال داك المبلغ عادي على قدو. إذن قضية الرزق أول حاجة نعتقد بأن الله راه ضمن لي الرزق ديالي. دابا إلا جات دابا شي حمامة ولا شي ببغة ولا شي بيروش، خويتي ليه خنشه ديال الزرع، شحال غياكل هو داك الشيء؟ غياكل داك الشيء اللي قادو ويمشي في حالته. حنا لا، اما تنهرفو واما ما تناكلو كاع. سير تحرك وطلب الرزق ديالك وكون عندك اليقين بان ما غاديش يضيعك. والعبره ماشي بالكثره، العبره بالبركه. فهمتيني؟ اذا الرزق تاعك ما تخافش منه. الزواج راه رزق، الفلوس راه رزق، الاصدقاء رزق، الصحه تاعي راه رزق. شنو تعتقد ان الفلوس هما الرزق؟ راه كاين اللي كيتخلص 4 مليون في الشهر، راه كاين مسكين عنده الدياليز، عنده الفشل الكلوي، عنده 3 حصص في السيمانه. هادشي اللي كتاكل انت اللي ما كتخلصو ولا ما تاكلوش، انت عايش احسن منه. يعني يقدر يعطيك الله في هذه الحاجه وما يعطيكش في هذه، ويعطيك في هذه وما يعطيكش في هذه. انت عبد ديال الله، كتامن بالله وكتوكل على الله، تاخذ بالاسباب. لان يصعد احدكم الى جبل يعني فيحتطب، يمشي يجمع الحطب ويجيبوه في حزمه ويبيعوا في السوق، خير له من ان يسال الناس. تقاتل ودير الموارد، دير التجاره الالكترونيه، بيع وشري، دير المنتوجات تاع التجميل، دير الزيوت، دير الملابس، دير محل، خدم على راسك اخويا، ما كان حتى شي مشكل. وترزق على الله وما تحناش لشي واحد، ما تدلش راسك لشي واحد، تكون شريف وتجيبها بالعرق ديال الكتاف ديالك. اذا رزقنا ورزقكم مضمون، من تكفل به تكفل به رب العالمين. وراه ما كاين اللي غادي يموت حتى يكمل الرزق ديالو. نتمنى ولكن هذا الشيء نتمنى. كاين واحد حاجه نقولها، كان ديك الساعه بليدر، ديك الساعه مشهور بليدر،
انا كنت داير في عقلي انني غادي نشري ديك بلايدو باش انني نلعب، ما كانش ديك الساعه على تليفون، كان اكثر الشهره هي البلاي. كنت كتمشي بلاصه ما تمشي دير جوج درهم تما، اش كنت كندير؟ كنت كنمشي كنقلب على النحاس كنقطعو، كنقلب على الحديد كنقطعو، كنمشي كنبيعو، عاد يديا كامله تحرقات، كنقلب عاوتاني على الخبز كارم كنمشي عاوتاني نبيعو، حتى جمعت ومشيت شريت بلاي. من البلاي عاوتاني من بلاي دو قلت اجي نشري تليفون، مشيت بعد بلاي دو عاوتاني مشيت كنقلب على النحاس، مشيت كنقلب على الحديد، مشيت كنقلب على بزاف ديال الحوايج، كنحرق راسي، كنمشي كنضرب مع هذا نتقاتل مع الاخر، جيب شويه من الاخر وهي غادا. تشري المهم الاسباب، ها خليت بالاسباب ديالي النمله باش تجيب حبه ديال الزرع، راه كتقطع المسافات طويله، وتيجي شي واحد تيجي شي واحد جالس في شي حته كيدير لها برجلي زدف، كيقول لها جات في غادا طيحطم ليها كلشي، ومع ذلك كتعاود ترجع تجي. ماشي انت تقول لي لا راه خدمت وانا ما كاين والو، لا راه لا بدا الصعوبات، راه ما كاينش شي واحد تيوصل هكاك، لا بدا تخدموا الشباب، ما تكونوش ما يكونش عندكم الاحباط، راه كاين واحد المرض خطير عند الشباب اللي هو الاحباط السوداويه، نظره سوداويه. حتى الاصدقاء كيقول لك الدوله وداني يتقاتل دابا، راه الدوله هي انا وانت، واذا خدمتي انت وخدمتها غتحرك هادشي. لا يغير الله ما في قوم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بدولتهم، لا بانفسهم. بانفسهم ماشي غير راسك انت، انا بديت براسي، هذا براسو هذا براسو، الحمد لله الامور تقدر، لكن اللي يدير غير مشروع صغير الحمد لله عايش مرتاح، راه اللهم بارك. واهم رزق، اسمعني، اهم رزق هو الهدايه وراحه البال، هذا راه ما عنده ثمن. ردوا معايا باش في هذه اللحظه اللي جالس انا وهذا الشاب تنهضروا، كاين دابا اللي في السبيطار كيتمنى يموت، ما قدرش يصبر بالالم، كيقول يا ربي غير نموت صافي عيا. كاين ناس مرات، كاين ناس المساكين اللي في الحبس، كاين ناس اللي عندهم اعاقه، كاين ناس الله الحمد لله وشكروا الشباب، ما تقنطوش ما تكونوش دابا تقول لك شاب انا طلعت لي الدنيا في الراس، كتلقى واحد عنده 13 عام ودير في داك الستاتو ديالو مللت من الحياه، هذا باقي داير ما كلش، مللت من الحياه 13 عام، اتمنى الموت لنفسي، اتمنى الموت، ولا شي واحد تلقاه فاشل تقدروا تحضوني ولكن ما تقدروني داك الستاتو ديالك اردهم، حيد عليك هذاك الشيء، ما ديروش في الفيسبوك تاعكم حائط مبكى، المسائل الخاصة تاعك خليها عندك، بين دائما التفاؤل، ما تبين الضعف تاعك، ولا الناس كيتشفوا فيك، انت كاتب تمايا حسدوني داروا لي عليك هذاك الشيء، كشي ديال الشكاوى الفارغة، كشي ديال ظلموني، ديما التفاؤل، خليو ما هو كيعطوزو الاجتماع تكون ديال الفائدة، كشي ديال البكا، كلشي كيبكي، كلشي داير كذا، كلشي كيشكي، تخاصم مع صاحبته مغلق إلى الأبد. كاين بزاف بزاف مشكلة صافي، الله يهدي الله يصلح الشباب. كاين وحدة قالت لك عقلتي عليا أستاذ، فكرني بالاسم ديالها. اسم ديالها جميلة المسعودي. جميلة المسعودي قرات عندي، تلميذة طيبة تنعرفها، تحية ليك، وانت انت فاش تفكرتينا وشاركتي معنا في هذا البرنامج كنشكرك بزاف وشكرا، الله يحفظك. وتحية للناس اللي قراو عندك. كلهم كاع التلاميذ اللي قراو عندنا، اللي في الخارج، اللي خدموا، اللي ما خدموش، اللي وصلوا، اللي مازال ما وصلوش، ان شاء الله كنحبكم كاملين ان شاء الله، ونطلب الله يوفقنا، ونتمنى ان شاء الله نعاود نتلاقاو معكم في ساعة الخير بإذن الله.